الله بالخير مرة أخرى. رمضان مبارك كريم عليك وعلى العائلة. إن شاء الله رمضان بخير وبركة وأمان لكل الناس في العراق. يا رب يا رب. على طار رمضان والشهر الكريم اللي إحنا به، ذكرياتك أستاذنا مع الـ مع الـ مع الصيام والشهر الكريم، خصوصا وأنت من عائلة ما شاء الله ممتدة ومتجذرة، عائلة عراقية أصيلة تمتد جذورها إلى محافظاتنا في الجنوب والفرات الأوسط. بالتأكيد أنا أولا ولدت على ضفاف الفرات، يعني المشخاب، منطقة المشخاب. تحية لهن في المشخاب. الله يخليك. منطقة العنبر والرز والتمر الطيب، خصوصا أنا أحب الزهدي. التمر الزهدي. الزهدي أحبه. رمضان بالنسبة لنا خصوصا قبل هالخمسين أو ستين سنة، نعم، كان له إيقاعا دينيا وثقافيا مختلفا عن الآن. يعني كثير كثير. يعني إيش التفاصيل اللي كانت تختلف جذرية عن الآن؟ يعني شوف، أولا الناس ما كانت ملتهية بذاك الوقت مثل الآن بالموبايل. صحيح. والفيسبوك وهي. صح. اللي يسموها التواصل الاجتماعي، وأنا أسميها التفرق الاجتماعي، لأن شاغل الناس عن بعضها البعض. فكانت الناس تصنع لنفسها أنشطة ثقافية وفكرية، إضافة إلى طبعا الفطور الذي يكون مرتبا بشكل لائق بهذا الشهر الكريم والسحور. بس كان هذا الوقت يمتلئ مو بشاشات التلفزيون واللعب بالتليفونات، وإنما بأنشطة ثقافية وفكرية. مثل هاي الأنشطة اللي تشير لها، مثل إيش يعني؟ مثلا كانت نوع من المطاردات الشعرية. جميل. ونوع من التقفية، يعني هذا النشاطين من التقفية تقصد فيها أني أقف عند قافية معينة وأنت تكملها؟ لا، هاي اثنين واحدة. هذه المطاردة الشعرية، يعني أنا أقرأ بيت شعر، احنا فريقين ينقسم إلى فريقين، أنا أقرأ بيت شعر وعلى الطرف الآخر يقول القافية. نعم. زين، قافية شلون كانت، وبعدين يجيب يعني كلمة أو بيت شعر جديد يبدأ بالحرف الأخير الذي انتهى به بالبيت السابق. نعم. جميل. زين، فهذه تكون مطاردات، وأيضا هذه التقفية. بس المطاردة أنك أنت تقول بيت شعر والمقابل يجيب بيت شعر. فكان أحد أعمامك كان شاعرا أو يعني أهلي كان بالشعر. والدي الله يرحمه كان شاعر، كثير من أهلنا كانوا يهتمون بالشعر. أنا عندي واحد من الأعمام تقريبا يحفظ ديوان المتنبي كله. ما شاء الله. والشعراء كانوا أيضا يزورونا في مضايفنا في بيوتنا هناك،